الشيخ خير الجزاء على مبين هذا البيان الواضح، لكن نريد من الشيخ أن يبين الفرق في هذا الباب بين منهج السلف ومنهج الحدادية، لأن يعني جاءت فترة يعني أخذ الحدادية في إزالة مثل هذه النصوص على أئمة الفطاحة المعروفين بقدمهم السلفية، وحتى يعني رموا أئمة كبار مثل الشيخ عبد العزيز والشيخ ربيع وغيره. الحدادية أو جماعة الحداد أحسن الذين اقتنعوا بما عنده، مشكلتهم مشكلة، وهي ماذا؟ مشكلتهم النظر في آثار التابعين، عرفتم، من غير نظر في الكتاب والسنة، فغلوا فيها إلى درجة جعلوها مقدمة عندهم على الكتاب والسنة، وإن كانوا لا يقولونه بلسان حالهم. أنا ما أقول هذا عنهم أنهم يقولون بلسان حالهم، حاشا لله، ولكن حالهم ومقالهم لسان حالهم يقول بذلك، لسان حالهم يقول بهذا، حتى إن فريدا أمامي طعن في شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ربيع يناقشه، وقال عنه إنه نقض الإجماع وخالف مذهب السلف لما ترحم على أبي حنيفة أمامي. لو كان غيري يحكيها ممكن يأتي آخر ويقول لعله أخطأ عليه، لعله ما ضبط في النقل، لكن أمامي ونحن على العشاء والشيخ يناقشهم في هذا، هو وأبو وداعة ومحمد فضل، فقال فريد بالحرف الواحد إن ابن تيمية ناقض الإجماع وخالف مذهب السلف. عرفتم في الترحم على أبي حنيفة واستغفار له. فقال له الشيخ أي إجماع منعقد؟ إذا أردت يعني الآن أنا يعني الشيخ يعرف ما قيل في أبي حنيفة، لكن الآن يريد أن يبين له كذبه في هذه العبارة، قال ما هو الإجماع؟ إجماع الذين طعنوا في أبي حنيفة، وجد أيضا آخر من أئمة السنة مدحوا أبي حنيفة أبا حنيفة، وجد آخرون من أئمة السنة مدحوا أبا حنيفة وأثنوا عليه خيرا، كمن؟ عبد الرحمن بن مهدي ويحيى. وقال له الشيخ ربيع قال فين إجماع ينعقد وذولا خارجين منه؟ أي إجماع هذا؟ عرفتم ولا لا؟ فالقضية قضية الحداد ومن يعني تأثر بهذه الطريقة التي جاء بها وسلكها، طريقة المبالغة في نصوص السلف والآثار الواردة عن التابعين وأتباعهم حتى أنزلوها مثل الوحي، وهم أنفسهم إذا أوردت عليهم نصوصا أخرى لا يحارون، يعني يحارون في الجواب ولا يجدون جوابا، فيضطرهم جهلهم إلى الوقوع في أئمة السنة. ابن تيمية حياته كلها في أهل البدع ومحاربة أهل البدع، وكتبه مشحونة بمذهب السلف وعقيدة السلف، وهل أودي ابن تيمية إلا بسبب إقراء يعني دفاعه عن مذهب السلف؟ تأتي أنت يا مسكين يا طفل تقول عنه أنه خالف الإجماع، نقض الإجماع وخالف مذهب السلف. فقال أبو وداعة نعم نحن مع أبي عبيدة. فقال له الشيخ ربيع بالحرف، قال نعم هز راسك أنت بعد مثل الطوق، ما تعرف ما تقول، أنت مع أبو عبيدة في الطعن في شيخ الإسلام. وغضب الشيخ عليهم تلك الليلة. ابن تيمية ينقض الإجماع في مواقف أهل السنة من أهل البدع ويخالف مذهب السلف في هذا، ومجتمع عليه أهل البدع بسبب إيش؟ سبحان الله العظيم. فالحاصل ما موقف هؤلاء بهذا الإزاء أو بهذا الجانب هو كما ذكرت لكم غلوهم في الآثار بلسان الحال لا بلسان المقال، حتى جعل